يوم مميز في جولات قرارات للسياحة. اليوم 2 ديسمبر من عام 2019، لدينا ضيوف أعزاء قدموا من سلطنة عمان، وضيوف سواح قدموا من دولة الإمارات العربية المتحدة. توجهنا عدة أماكن سياحية، واليوم قررنا أن نتوجه إلى جبال أراكاز ونخدر شاي على الحطب ونخدر القهوة ونشرب. اللي يحب ينضم لنا خليه يتفضل ويانا، أوكي؟ تابعونا. فوري الشاي جاهز والدلة مال القهوة جاهزة. اليوم نعرفكم على الخبز اللواش الأرميني. هذا الخبز اللواش الأرميني اتعنيته من الصبح، رحت أخذته فريش حتى نضيف جماعتنا. اللي يحب اللواش الأرميني للمعلومات، هذا الخبز تسجل في اليونسكو على أنه خبز أرميني. أخاف يطلع لكم تركي يقول هذا خبز تركي، يطلع إيراني يقول هذا خبز إيراني، لا تصدقوا. دخل باليونسكو على أنه خبز أرميني. اللي يحب خليه يجي يذوقها ويانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد رواحي من سلطنة عمان. ما شاء الله مكتب قرارات للسياحة يقدم لكم برنامج سياحي قيم وأسعاره مناسبة مع هذه الغرفة الخفيفة، الطقوس السياحية سياحية، شاهي وقهوة طيبين ما شاء الله. طبعا الأخ خالد الرواحي قدموا من سلطنة عمان، اليوم جولتهم صاحبناهم إلى جبال أراكاز. اللي يحب يزور هالمنطقة يقدر يتصل بنا على الرقم المعروض أسفل الشاشة. الشاي خضر والقهوة خضرة، الجبن موجود، اللواشي اللي عرفناكم عليه موجود. هسه راح نصب الشاي، صب الشاي ونغني خدري الشاي خدري وتقدروا تتابعون هذا التقرير الآخر أيضا فوق جبال أراكاز مع أول وجبة لتساقط الثلوج.